والنفس الناس اللي يترشح الجعفري بديلا عن المالكي وهم اللي راضين عليه هم اللي سحبوا الثقة عنا أو عدم السماح لهم بتشكيل الحكومة السابقة. نعم يعني طبعا أي طرف آخر ممكن أن يجي ويستلم زمام المبادر بالحكومة القادمة سوف يكون قرار بيد الأفراد، وهذا يعني أعطى ضوء أخضر للأفراد في إسقاط أي حكومة مستقبلية. يعني حسب المعطيات الموجودة لحكومة المالكي هي أقوى الحكومات المشكلة، يعني توفرت لها ظروف أمنية أحسن من الحكومات السابقة. طبعا أبو فاطمة طبعا كل الآراء محترمة وهذه وجهة نظرك، يعني سنسمع ما يقوله يعني عذرا لضيق وقت البرنامج ما سيقوله ويرد عليه الدكتور غزوان عن هذه الوجهة التي يعني طرحها أبو فاطمة. نعم، في جانب في جزء كبير من كلام أبو فاطمة ينطبق على الواقع. نعم، إن فلنبدأ من الأخير. نفس الجهات القائمة العراقية والكردستانية هم التي وقفتا في وجه الدكتور الجعفري أمام تشكيل الحكومة، وكل لا ننسى، نحن العراقيين لا ننسى، لا ننسى مواقفهم ولا ننسى ما حصل.